هنروح لتركيا وتحديدا الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها تركيا بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. النهاردة كمال أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري نشر على حسابه الرسمي على تويتر قصة عنوانها من الذي يدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية. هذه القصة بتؤكد أن النظام التركي مستمر في سياساته الاقتصادية الفاشلة، والمعارض التركي الحقيقة ضرب مثال بالتعديلات اللي صدرت في شهر يوليو اللي فات على القانون الخاص بتقييم المدة اللي بيقضيها الأتراك العاملين بالخارج من ناحية الضمانات الاجتماعية. وقال أغلو أنه وفقا للتعديلات كان الأتراك العاملين في الخارج بيدفعوا زيهم زي الأتراك العاملين داخل تركيا الأقساط التأمينية على مدار 7200 يوم، لكن مع التعديل الجديد تم رفع مدة أقساط التأمين ل 9000 يوم. وقال أنه من قبل كانت معدلات الأقساط التأمينية في الإقراض حوالي 32%، لكن مع النظام الجديد فالنسبة ارتفعت ل 45%. ده معناه أنه الأتراك العاملين بالخارج هيقوموا بدفع أقساط تأمينية أكتر من ناحية النسبة المدفوعة وعدد أيام العمل، وبرغم من كده هيحصلوا على معاشات شهرية أقل. طبعا وفقا لما نشره المعارض التركي قال نصا لو قلنا أن هناك 12% من أجل التأمين الصحي و 20% من أجل التأمين على الحياة والتأمين ضد الإعاقة فما فيش سبب لل 13% الباقين. وقال كمان أنه من قاموا بالتعديلات بيحاولوا تحميل عجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية اللي قاموا بإغراقها فوق ظهر المواطنين الأتراك العاملين بالخارج. واختتم كلامه وقصته بأنه تحدث وقال تركيا لا تتم إدارتها، تركيا تشتتت.